بسم الله الرحمن الرحيم. المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجميلة والتي تتميز بتميز الجماعة، وفي الجماعة قوة، والقوة بالتأكيد تأتي من العمل الرصين ومن التخطيط السليم ومن الإسهامات التي يقدمها الجماعة في كل مناحي الحياة المجتمعية والإنسانية. وبالتأكيد هذه هي أهم سمات العمل الجماعي وأهم متطلبات العمل الجماعي لكي يقدم هذه الرسالة مهمة للمجتمع. وبالتأكيد هذا المجتمع يأخذ بدوره مقاليد هذه المهمة لأجيال قادمات. أهلا بكم مشاهدينا في العمل الجماعي، وما أجمل ما نتحدث عن الجماعة بصحبة عقد الجلاد. فأهلا ومرحبا بكم مع مؤسسي عقد الجلاد. أهلا بك دكتورة حواء المنصوري، طبعا عازفة البيانو والأوركيديون في عقد الجلاد في التأسيس الأول، وأنت أيضا دكتورة في قسم الموسيقى بكلية الموسيقى والدراما بجامعة السودان. فاهلا ومرحبا بك في هذه أهلاً الحلقه. اهلا وسهلا بك، لكن انا في عيد الجلاد ما لعبت على الاكورديون، على الاورجن. نعم طبعا، لكن في الحياه في طبعا في التخصص او في الكليه بتدرسي هذه الامور، درسي وتدرسي. فاهلا ومرحبا بك. اهلا ومرحبا بالاستاذ شمت محمد نور، شرفتنا كثير، وانت ايضا مؤسسي هذا العقد الفريد وباعث البهجه لهذا الفريق. اهلا ومرحبا بك. انا بالكوميديا. تحية تانية لمشاهدي قناة الشروق، ونفس الجمال اللي كنا قاعدين فيه، مش الجمال الطالع من الدجاج، لا الجمال بتاع قناة الشروق. حوا دي انا ليلى مركز في حوا. يا ليلى مركز في حوا. طب نرحب بالاستاذ طارق جويل، وبعدك نشوف الاستاذ حوا في. اهلا بالاستاذ الاعلامي الكبير والموسيقي ومؤسسي عقد الجلاد استاذ طارق جويلي. اهلا ومرحبا، شرفتنا كثير. وحركزك يا حوا برضه. انا عايز اقول انه اول ما يعني كان طبعا بيعملوا بروفاتهم، فدخلت دكتوره حوا، فكان في مشهد يعني غريب جدا حقيقه، مساله الحنيه والاشواق، والفعل احنا حسينا بقيمة العمل الجماعي يعني من تداخلكم مع بعض. خلينا نبدأ معاك. هو هي كانت صديق لكل من خش معهد الموسيقى والمسرح سابقا، وبقاسي كلية الموسيقى، يعني صديق لكل موسيقي من الجيل داك. نعم. ويمكن قبله قصر الشباب والأطفال. نعم. فهي زي أسست جماعة كبيرة جدا جدا من الناس اللي اهتموا بالموسيقى. وخاصة إنه هي طالعة من بيت أستاذنا محمد آدم المنصوري. نعم. ربنا يديه الصحة والعافية ويرد غربته. فكانت هي عبارة عن إشاع لكل زملائها على حسب تخصصاتهم. فكانت زول صديق للناس على ومصاحب على الآلة. أيوة. صاحب الآلة، وأنا فريند بالنسبة لها. أيوة. أو فريند بالنسبة لزول المؤدي. أيوة. معك إذا كان صوت فوكال يعني. أو آلات تانية كمانجا. هي بتكون الصديق المصاحب للآلة. نعم. بعد ذاك بتعزف عليها بيت، بتعزف عليها رجل، بيعزف عليها أستاذ، بتعزف عليها فرقة زي السمندل. فهي كانت زي كأنما الجماعة باستمرار. هي حاساه وشايفاه ولامساه، ولحد ما وصلت مرحله بتاعت انها تكون. نعم. دكتوره وتحضر في البيانو وفي الغنى الجماعي في السودان في البدايه. ومن الحاجات الجميله اللي برضو عرفناها بانه يعني حتى الاعضاء الجدد في عقد الجلاد برضو تتلمذوا. يعني برضو في يعني تحت يدين. لا لا طبعا اكيد. الجماعة كلها 25 سنه ولا دفعه واحده طبعا. لكن قلت لك هي كانت يعني زول اشبه بانه مرجعيه ليه؟ نحن زمان بنجي نسال عن السولفيج، وهي والاستاذ قاعد بتاع السولفيج، هي بتشتغل على الاله بتاعت البيانو. نعم. السولفيج ده هو القراءه للموسيقى. نعم. حروف الموسيقيه. نعم. والاشكال وكده التفاصيل بتخص المصطلح الموسيقي. نعم. فهي كانت الليدر بتاع المرحله لحد ما تخرجنا، ومصاحبه لنا، وهي طالبه. هي طالبه في بتشتغل شغل الاوركسترا. جميل جميل. هاي في البيانو. والله يديها العافيه والصحه والعافيه. حقيقه ان احنا حسينا بانه نحن امتداد لحركات الموسيقيه في داخل المؤسسه الاكاديميه دي. نقدر نقول يعني يحلل زمان وسنين زمان يعني. لا ما شنو يعني الحق وقال. نعم. فبدينا جماعه، والجماعه دي تطورت
يعني ومشت لقدام الحمد لله، هي متواجده يعني نحمد الله، وان شاء الله دائما تكونوا متواجدين بالخير وبالاغنيات الجميله والمهمه. ومساله الاهميه دي اللي انا حابه اتكلم فيها، اللي هو اختيارات يا استاذ طارق، اختيارات النوعيه في المواضيع المجتمعيه، وبالتالي هي اللي بتدي الموروثات دي. يعني لما تتبنوا قضيه معينة، قضية مجتمعية ممكن تكون في الساحة أو إذا تكون ضمنية في بعض الأحيان، يعني عن طريق الأشعار وتقدموها للناس، باعتبار إنها تنفيس وباعتبار إنها عمل راقي يقدم كلمة ومعنى ومفهوم جديد. مسألة تخطيطكم الأول اللي أنت ذكرته لي، هل كانت من مدرجاته بأنه لا بد إنه كل الأعمال التي تقدم تكون عندها أهداف معينة، ولا ممكن يكون زي يعني باقي الأعمال الفنية الأخرى يكون فيها شيء العاطفي، يكون فيها شيء الوطني؟ فدارين أنا شوية كده في أسراركم يعني. ما كانت تديني فرصة في حوا دي شوية. أسمع دي حاجة. نتكلم حوا نتكلم لها أنا. يا حوا العمل الجماعي يعني برضو ما عايزين يتفكوا من الموضوع لأنه جدل. والله شوف ما تتخيل إنه نحن أسا يعني مشتاقين لها قدر شديد يعني. يا سلام يا سلام. فحوا دي يعني يمكن أنا أكثر زول كنت قريب منها في المسرح. أيوة. في المكان الجغرافي. أيوة صحيح. دي والوجدان أيضا يعني. طبعا. وشم الدم انت شم الدفعاتها؟ كيف قرينا سوا؟ هم قدامي الاثنين قرينا سوا وبعدين هم قدامي بسنتين، يعني انا لما كنت في سنه اولى هم كانوا في سنه ثالثه، لكن الغريب انا اكبر منهم. فحوى باختصار كده يعني كانت الملح بتاع عقد الجلاد، وكانت سيدة الخشبه بتاعت المسرح. في الوقت اللي هي كان ظهرت فيه في المسرح يعني ما كان في بنات كتار بيمارسوا العمل الغنائي ده، عشان كده أكسبت المسرح ذاته هيبة. أيوة. المستمع السوداني ذاته والمشاهد السوداني كمان شجعت محترم. أيوة صحيح. محترم صحيح. ويزداد احتراما لما يشوف سيدة في المسرح يعني. صحيح. ما صحيح. يعني طيلة الفترة اللي بتشتغل معنا حواء وبعد ذاك لاحقا أخريات فضليات، ما كنا قاعدين نلقى إنه يعني يعني بيكونوا مخدات راحتهم في المسرح بدون انه يتعرضوا لاي مضايقات ولا صحيح. لا بالعكس، يعني دائما احنا بنقول انه المراه السودانيه يعني مقدره ومحترمه في كافه المجالات، وعرض الجلاد ساهم بشكل كبير ايضا بانه يخرج المراه في هذه الهيبه الجميله وفي هذا الموقع الجميل. مشتاقين زي ما انت مشتاق للصحة، مشتاقين كمان نستمع لواحده من الاغاني. نستمع لشنو؟ نستمع لشنو؟ طيب نستمع ل انا من تراب وماء. يا سلام. لاحمد مطر. طيب اخونا حمزه سليمان، الدكتور حمزه سليمان. نستمع عليها مع بعض، تفضل. Oh,
اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا مره اخرى. نتواصل معكم، نتواصل مع العقد الفريد عقد الجلال لنتحدث عن الاسهامات، اسهامات العمل الجماعي وضرورياته في المجتمع السوداني. اهلا ومرحبا بكم مره اخرى دكتوره حواء، واهلا باستاذ شمت، واهلا باستاذ طارق. يمكن قبل الاغنيه الجميله كان في سؤال لك يا استاذ طارق بانه العمل الجماعي قدر شنو هو بيقدم فعلا اسهام حقيقي للأجيال، وبأنه يحمل في مفرداته في عمله في أعماله بشكل عام أهم السوداني، يعني المجتمعي والاقتصادي والسياسي، لضرورة شنو في العمل الجماعي؟ تفضل. والعمل الجماعي ده أصلا يعني لو بس حصلنا في مجال الغناء زي ما قالت الدكتورة حواء في الحلقة الفاتت، وضارب في القدم، يعني مش في السودان بس، يعني منذ نشأة الإنسان، يعني الجماعية قاعدة تتم في مختلف نواحي مناحي الحياة المختلفة. لكن في حاجة أنا داير أقولها في عقد الجلاد، يعني تفضل. يعني ونحن شغالين جماعة، يعني أقول لك واحدة من الميزات، انبثقت مننا مجموعات بتقدم حاجات ما عندها علاقة بالفن، عندها علاقة بالخير، وعندها علاقة بخدمة المجتمع السوداني العريض. يعني هي مجموعات كبيره، يعني ما مجموعه واحده لعقد الجلاد، ما واحده بالتاكيد. ويمكن الحاجات اللي احنا كان بنسمعها بانه عقد الجلاد شغال حفله، بنلقى الناس ممكن تجي من وين وين علشان تحضر الحفله، ممكن يكون فيهم مجموعه من المرضى على قدر ما هم تعبانين وعندهم المرض، لكن كانوا بيجوا لعقد الجلاد وساهمتوا في انكم بتسفروا ناس، يعني عندهم مصابين بالسرطان، ربنا يشفيهم، ربنا يشفيهم ان شاء الله، بيجوا يحضروا الحفلات بتاعتنا، يعني بيكونوا سعيدين جدا جدا. الاسهامات الثانيه برضه شنو ممكن تكون؟ ممكن تواصل في الموضوع ده وتورينا برضه الاسهامات الاخرى اللي بتكون مع عقد الجلاد. اشاره صغيره جدا، لانه العمل الجماعي حتى على مستوى العمل الفرد فيه الجماعه. يعني اذا في اغنيه فيها ملحن ومؤدي وعازف و العازفين، يعني مجموعه بتاع العازفين، نعم، وفي شاعر. وبالمناسبه دي بحيي كل الشعراء اللي تناولت عقد الجلاد اعمالهم، لانهم كانوا بدايه او الفكره الاساسيه للتغيير فيما خطوه من مفرده في وبتخص موضوع وناقشت وعالجت وهو الاخر. بعد ذاك التغيير والمساهمه في 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 حركه المؤدي ذات والمغني على المستويين الالي والصوت البشري، نعم، بيجي في تغيير. يعني مثلا انا كان ممكن اغني براي واطلع الدادات تمام كده وصرح لا ما في شعر، لكن كان ممكن اعمل الجلوه حاجه هو ده لكن الطاقه الايجابيه اللي بنتكلم عنها بيجي في مساهمه حقيقيه جدا في انه العمل الجماعي بيغير فيك صحيح نفسيا، في انه انت هنا اتخطيت في مساله صعبه جدا، في كل واحد بيكون عنده اضافات طبعا، يعني للاخر انت بقيت زيك وزي ملتزم التزام، وبعد ذاك بقيت زول في عمل طوعي اكثر منه عمل فني بس تغني وتمشي. بتغني وبراك، بتحس مسؤوليتك تجاه الاخر، جميل، اللي بيجيك واللي بيمشي منك، لحد ما تكونت زي ما قلنا مجامع كثيره جدا جدا بدات تحزو حزو مجموعات الجيلات في انها تساهم مع المجتمع ده في النفير، في التدافع مع بعض لسد الفرقات، لكذا لكذا لكذا. ممكن نعرف برضه نتعرف على مجموعه من المجموعات دي، يعني في مجموعه العقد الفريد هسه يتكلم عنها ايوه استاذ طارق. يعني الحاجه الغريبه زي ما قال لك انت، لو خاشه العرض، يعني انت خاشه المسرح الصاله بتاعت العرض بتحسي بانه دي تخاشه بغاله يلا ولا مول، لانه كان في كميه هائله جدا من الدقيق والسكر، وبعدين في تنافس على الحاجه دي. والدم تلقى العربيه بتاعت بنك الدم قاعده في الهناي. واغرب حاجه في مجموعتين متنحرات مع بعض، يعني او نسميها متنحرات دي صعبه جدا، يعني متنافسين مع بعض لكن بشده، يعني بقوه. وانا بحييهم كلهم، الناس الليدرز في او الناس المشرفين على المجموعات دي، في مجموعه العقد الفريد ومجموعه ثانيه اسمها شارع المدارس. شارع المدارس دي برضه تقوم بعمل طوعي، جميل، للمدارس. للمدارس، تبني مدارس، تعمل حاجات زي دي. يعني وانا بحيي اخونا طارق اللمين، لانه هو واحد من الناس المؤسسين لفكره
عديل المداري. لا خلينا نقول بانه اذا اخذنا يمكن 10 حلقات عشان نتحدث عن الاعمال اللي بيقوم بها السودانيين بشكل عام لخدمه المجتمع لا تكفي. أخذ جلاد واحده من هذه المؤسسات السودانيه الكبيره التي عبرت بشكل قوي وبشكل متماسك ومتين عن اهميه الدور الطوعي والعمل الجماعي الفني والانساني. فنشكركم يعني على كل ما تقدمون، نشكركم على تواجدكم معنا، وبالتاكيد هيكون عندنا ان شاء الله حلقات قادمه نتحدث فيها اكثر واكثر. شكرا لك دكتوره حواء المنصوري، اشكرك كثير على حضورك، شكرا جزيلا لك. شكرا لك الاستاذ شمت محمد نور على حضورك، اشكرك الاستاذ طارق جويلي، شكرا جزيلا لكم. بالتاكيد نستمع لواحده من الاغنيات الجميله لعقد الجلاد. اذا مشاهدينا، هذا ابداع سوداني خالص جاب باطيافه الدنيا ليسجل التاريخ اسما وعملا لا يندثر. مداده الذهب، غلافه الياقوت، عنوانه الاصاله، وتوقيعه منا فليحيى السودان. إذا يا حليل
كان حرين اللي بيلعب متوشمين دم جرس هرقو الله وياسين 150 150 150 150 يوم جفلينا جوز الوزين فارق ربوع عمزينا دكتور يسهرقو الله ياسين 150 الله ياسين الله ياسين جاي فتشت جاي يا جاي 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 جاي
عازك كمان يا ماما.